الجزائر هي اكيد راهي في تدهور. احنا ان شاء الله نتمنى ان الشعب الجزائري يختار رئيس اللي يرفد البلاد اللي يمثلهم واللي يخدم الشعب ان شاء الله، واللي يرجع مكانة الجزائر في الدول ان شاء الله، وشوف وراعي الشباب اللي كيما احنا ان شاء الله نتمنى ان يجي الرئيس اللي يهتم بهم لانهم همشين ومهملين، وان شاء الله يا ربي نطلب من ذوي الاحتياجات الخاصه كلهم يفرضوا الوجود تاعهم في المجتمع، يعني اللي يدرس يكمل الدراسه تاعو وباش ينجح ويولي قدوه ان شاء الله للمجتمع.